مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلاطو المونديال. في هذه الحلقة غنواصل الحديث عن منتخب وطني وعن مخلفات مشاركته في مونديال روسيا، وسنتحدث أيضا عن الظواهر التي تتفاعل وتتواصل في إطار المونديال الذي دخل مرحلة الحسم ومرحلة الحزم ومرحلة خروج المنهزم. في هذه الحلقة نستضيف اللاعب السابق والإطار الوطني نور الدين زياتي، الذي دافع عن ألوان فرق شباب محمدي وفريق الأم، فريق الرجاء البيضاوي، قبل أن يخوض تجربة احترافية في تركيا، بلجيكا، رومانيا، ثم روسيا. سي نور الدين، مرحبا بك. مرحبا أخ حسن، وشكرا على الاستضافة. معنا أيضا الزميل عبد الهادي نور، اللي كان هو موفد بلاطو المونديال، موفد لو ماتان سبور والصحراء المغربيه الى روسيا. سي نور، الحمد لله على السلامه. الله يبارك فيك سي حسن، ومرحبا بالسي زياتي. دونك نبداو مع ضيفنا الكريم والكبير سي نور الدين. انت شنو يمكن تقول لنا على المونديال والمشاركه ديال المنتخب الوطني في التظاهره؟ هو المشاركه ديال المنتخب الوطني في كاس العالم في روسيا كانت كما فهمت التوقيع الكريم، كانت واحد المشاركه اللي هي مشرفه بالنسبه لكره القدم المغربيه، رغم الاقصاء ديالو، رغم اللي غنرجعوا الاشياء اللي غنرجعوا لها من بعد، ولكن كنظن في نظري انا فانها كانت واحد الصوره مشرفه بالنسبه للاعب المغربي وتاع الكره القدم المغربيه. الان اصبح عندنا واحد البرودوي خصنا نسوقوا بالنسبه للبطوله الوطنيه ان شاء الله. نتمنوا بان هذه المشاركه ديال المنتخب الوطني ترجع بالنفع على كره القدم المغربيه. بطبيعه الحال يعني، وبحال اللي قلت انا في عده حلقات، بانه يمكن المنتخب الوطني يتفرد بكونه أقصي في الدور الاول وظل يلقي بظلاله على المونديال، وبخصوص لانه حضر هذا التظاهره وكان تفاعل مع ما تعرض له وما واجهه. وكنظن بان كاين واحد شويه الظلم اللي تعرض ليه المنتخب الوطني. كما كتعرفوا بان كانت بعض الحالات اللي كانت في المقابلات اللي كانت قد ترجع بالايجابيه على المنتخب الوطني. كنظن حتى اللاعب المغربي عطى واحد الصوره، ونعاود ناكد على هذه القضيه، الصوره ديال اللاعب المغربي. كنظن بان تقنيه الفار لعبت واحد الدور كبير في المقابلات ديال المنتخب الوطني. كان واحد ماشي تحايل، ولكن واحد الحكام اللي تغاضوا على بعد ضربات الجزاء، بعد الاخطاء اللي كانت خصها ترجع بالنفع، واللي كانت ممكن تاثر على النتائج. تاثر حتى كما شوفوا السي حسن والسي نور، بان اقصاء المنتخب البرتغالي والمنتخب الاسباني الان بياكد بان المنتخب المغربي كان في واحد المستوى كبير، وكان يعطي واحد، كان يحقق واحد النتيجه ايجابيه لو مر للدور ثمن النهائي. كنظن خصنا نستافدوا من هذه التجربه، من ناخذوا السلبيات خصنا نصلحوهم، والايجابيات تكون عندنا واحد الاستمرار نعززوهم ان شاء الله. خصوصا انه المنتخب الوطني غيولي الان اي منتخب افريقي يلعب ضد المنتخب الوطني غيبغي يهزمو، لانه لما كتالق كتقول انت هو ذاك الفريق اللي كيخصني ننتصر عليه. هو خويا حسن كما كتعرفوا حتى الان كنشوفوا بين المنتخب الدنماركي ومنتخب السويد، يعني بعد الفرق اللي ما كانش عنده واحد الصدى كبير وتاهلت. الان ما بقاش داك كما كنعرفوا من زمان دوك الفرق الكبرى، الارجنتين مشات حتى هي تقصات، البرتغال يمكن انت غنرجعوا ليه في واحد المرحله دابا نبقاو نتكلموا على المنتخب الوطني. المهم بالنسبه لي انا شخصيا وعشت التجربه في روسيا، المنتخب الوطني اول مره تندخلوا الملعب، يعني تندخلوا للتيران، ما كاينش داك التخوف، كيبان لك ان المنتخب عنده واحد الشخصيه. ما عندناش داك عشنا، ربما انت عشت يعني في الدورات المونديالات اللي كانت سابقه، تشوف المنتخب داخل باش يلعب لي كونتر اتاك، يعني الهجمات المرتده، ولا كان شي هدف ولا هذا ونرجعوا للور نسدوا. انا يعني شخصيا ما شعرتش بهذه المساله، دخلت الملعب ما كانش عندي حتى شي تخوف، بالعكس عشنا واحد الاجواء اللي كانت رائعه، وكان عندنا ثقه كبيره في اللاعبين. يعني انا دخلت كمشجع، يعني جلست مع المشجعين وشفت داكشي اللي كانوا تيحسوا به المشجعين، ما كانش تخوف نهائيا، وكانت واحد الشخصيه اللي حاضره ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني لاول مره انا شخصيا تلمسها،
وهذه مسألة مهمة حتى المستقبل، يعني إذا كان استمرارية، يعني ما نقولش المدرب ولا دول، لكن كان استمرارية بهذا الشكل، بهذا اللاعبين، بهذا القوة، بهذا الشخصية وبهذا الجو، بهذا الجو اللي كين، يعني يعني المستقبل غيكون إن شاء الله طبعا. حسنا خصنا نامنوا بواحد القضيه كما قال الاخ نور، هي الاستمراريه، يعني ان الشخصيه ديال اللاعب المغربي كتلعب دور كبير، لان الا كانت الاستمراريه والعمل في القاعده مع الـ مع الـ مع الـ مع الشبان، مع الشاب، يعني مع الفئات الصغرى، باننا ناكدوا لهم بان حب الوطن، حب رايه المغرب، كما ندور كما كنشوفوا المصريين يعني كيلعبوا واحد الدور كبير، الجماهير ديالهم الان ولا عندنا واحد الجمهور اللي حضاري كما شفنا حتى في روسيا، يعني لعبوا واحد الدور كبير، لان خصنا نشكروا هذا. وهذا اللي غيتكلمنا عليه نور، لانه شاف هو من 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 الاوساط ومن العمق، شاف هذاك الشيء اللي كان يتفعل. غنتكلموا عليه مع نور بطبيعه الحال. نور كانت هناك مراسلات، وبحال اللي تم الاتفاق قبل السفر انه فوكلزنا على او ركزنا على الجو العام. نبغيوك تكلم لينا على الجمهور المغربي كيفاش كان، يعني والحضور ديالو والتفاعل ديالو وما الى ذلك. هو في الحقيقه من يعني من البدايه، يعني قبل المونديال يعني تقريبا بعض الايام، 3 أيام أو 4 أيام، كان الحضور التوافد ديال عدد كبير ديال الجماهير المغربيه اللي حضرات لروسيا، ماشي غير من المغرب، يعني تقريبا العالم كامل، خصوصا الجاليه المغربيه، لان يعني كان عندها واحد حضور قوي. وتلاقيت مع ناس وشفت ناس اللي جايين من دول اللي بعيده جاوا باش يشجعوا المنتخب الوطني، وكل اللي يعني برمج رحله خاصه من هو اللي اختار لي زوتيل، واختار يعني وسائل النقل الخاصه به بطريقته الخاصه، وهذا وحضروا. وكل اللي جاب بطرق اخرى ما عندها علاقه بالطياره ولا هذا، يعني جايب السياره الخاصه ديالو، يعني بزاف ديال الحالات عشتهم، ماشي شفتهم ولكن عشتهم. الجمهور يعني الجمهور المغربي كان مختلف ودار البصمه كلها، فيت حتى كانوا عائلات، كان بعض العائلات كان بعض العائلات، وكان يعني بدل الصوره ديال المغربي، يعني مشجع مغربي عند الشعب الروسي، لان الشعب الروسي تحدثنا معاه ودوزنا بعض المراسلات، شفتي كيفاش كانت يتكلم على الشغف ديال المغاربه بالكره، وكيفاش يبغيو بلادهم، نسطروا على المساله هذه، كيفاش يبغوا بلادهم، لانه جاوا بقوه وحضروا، كانوا تيبلؤوا الساحات، وكانوا تيملؤوا حتى ديك الفضاءات اللي كانت خاصه اللي كانت دايرها اللجنه المنظمه بالمشجعين. في احدى الحلقات قلت بانه المونديال غيتوحش الجمهور المغربي، وكان صريح في هذا الاتجاه، لان واحد روسيه تماما هذا الشيء اللي قالت انه في حقيقه هذا في كالينينغراد، يعني في المباراه الاخرى ديال المنتخب الوطني امام اسبانيا، كان واحد يعني صريح دينام واحد روسيه، وقالت بالحرف اننا يعني المغاربه داروا واحد الامبيونس في المدينه، وما كناش نعرفوا ان المغاربه تيبغيو البلاد ديالهم وشغوفين بالكره لهذه الدرجه، هذا لدرجه اننا حنا يمكن راه ملي غيمشيو غيخليو واحد غنشعروا بالحزن، غيخليو فراغ، يخليو واحد الفراغ في هذه المدينه. وصحيح لان حنا جينا للمدينه ديال كالينينغراد قبل ما تجي الجماهير المغربيه يعني بكثافه، وشنا كانت الساحه خاويه، ما كانش فيها يعني ناس كثار ولا جماهير اخرى، ولكن انفوجيت جاوا المغاربه، ولا عنده واحد الشكل واحد الطعم ليلوها كان نهاري، ليلوها كان ما عندهمش الليل، يعني كيف انت تعرف روسيا ما كاينش الليل عندها، يعني بالنسبه خصوصا الموقع وكذا. سيتي بطبيعه الحال اكيد انت عندك ملاحظات حول الجمهور المغربي وحضوره. وهو انا كنبغي نهني الجماهير المغربيه بحكم انا عشت في الديار الروسيه الاربع سنوات، كما راه سينور عاش هذه، يعني كاين صعوبه باش تاقلم مع الاجواء الروسيه، لا من ناحيه اللغه، لا من ناحيه العادات، لا من ناحيه الاكل، يعني هذه الجماهير الان اللي شفناها حجت لجميع المقابلات وعطات واحد البصمه اللي غتبقى بصمه قويه في عالم الكره. وسيتي التاقلم كان سريع، انا عشتو كما كنعرف المغربي الجماهير تاقلمات بواحد الشكل سريع، مشات معقل ما من هنا كاين تاقلم كبير، وتا حتى يعني الجمهور المغربي حتى المغربي بطبعه كيكسب، يعني يقدر ايه، ولكن يمكن حتى ذاك الحضور بكثافه ساهم في انه في ذاك التاقلم يكون سريع. تبعد المسافه بين المدن، وبعد المسافه بين المغرب وروسيا، يعني انا يعني كان خصنا برافو لهاد المشجعين الكرام. غادي نرجع غير الطريقه ديال التشجيع، نبداو من النشيد الوطني، لان كما كتعرفوا النشيد الوطني ديالنا كيلعب واحد الدور كبير في التحفيز ديال
التحفيز ديال اللاعبين يعني كانت تبوريشه كانت تبوريشه مثلا الان كما قال السينور راه كتكون تبوريشه طريقه باش كيتعزف النشيد الوطني وكتكون واحد استجاب يعني الجماهير المغربيه كيفاش كتنشد هذا النشيد الوطني يعني تف الله الوطن الملك كتلعب واحد الدور كبير في تحفيز اللاعبين كنظن بان اللاعبين كان الجمهور كان ليه دور كبير ودور كبير كنأكد على هذه في ظهور هذيك الشخصيه ديال اللاعب المغربي الان كما قال السينور اللاعب الان المغربي لعب بواحد الطريقه يعني شجاعه كشفنا اللاعبين اللي ما شفناهاش من قبل كنظن بان هذه كترجع الفضل ديالها كيرجع للجماهير المغربيه حتى العدد كما كتعرفوا كان العدد وكاين حتى بعض المتتبعين ولا بعض الجماهير الاخرى اللي كما عندي اصدقاء ديالي اللي حضروا كاين جماهير السينور نور يقدر ياكد لي انا جماهير من دول اخرى كانت كتساند المنتخب المغربي كتقرب كثير من الجماهير المغربيه باش يعني هذاك الحماس وهذاك الجو انا في كالينينغراد كانت الجماهير الروسيه وبعض الجماهير الاخرى اللي كانت تطلب باش تاخذ ذاك القميص ديال المنتخب الوطني ولا شافت كاز الرايه ولا هذا هما باغين هذاك يعني المنتوج اللي فيه الرايه المغربيه وبعض المرات كاين تعرض الاموال ولكن الجمهور المغربي انت عارف هذا سخي يعني عطى له هذاك لي برودوي وداك الشيء يعني بشكل مجاني وشفناها حتى في الملعب كاين اللي كتشوفوا ان واحد روسي لابس القميص المغربي يمكن نقولوا انه خسرنا بطاقه تاهل دور ثاني ولكن ربحنا الكثير فيما يخص حضور الجمهور المغربي فيما يخص السمعه الطيبه اللي اكتسبها المغرب في اللي تكلم عليه السي زياتي ملي قال لك ما نشوفوش غير المسائل السلبيه نشوفوا المسائل الايجابيه وفي نظري انا المسائل الايجابيه كانت كثيره ومن بينها هذه المساله ديال ان يعني الشعب الروسي وباقي الشعوب عرفوا الجمهور المغربي وعرفوا الكره المغربيه هذا هو المهم بالنسبه لنا. طيب وحنا كنهضروا بطبيعه الحال راه واخا تنهضروا جمهور ما خرجناش من اطار الحديث عن المنتخب الوطني لان هذا مرتبط به ولكن يمكن بحال اللي قلت انه باقي المشاركه المغربيه تتفاعل واللي خلى هذه المشاركه تتفاعل اكثر هو الحديث عن بقاء او رحيل المدرب هيرفي رونار زميل عز الدين مخلوفي عد ورقه حول كل ما يحيط بالمدرب والاخبار التي تروج حوله وهذا الشيء كله جاء بطبيعه الحال قبل يعني العقد الاجتماعي ديال التقييم اللي غيكون ما بينه وبين رئيس الجامعه. نشوفوا هذه الورقه ونرجعوا لمواصله الحديث مع سينور الدين زياتي والزميل عبد الهادي نور. بالموازاة عن حديث بوجود لقاء مرتقب بين فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناخب الوطني إيرفي رونار الأسبوع الجاري تتواصل أخبار تلمح إلى أن مستقبل رونار بات خارج الأسود. بالأمس أفادت صحيفة أخبار اليوم المصرية أن الاتحاد القطري لكرة القدم تقدم بعرض مغري تصل قيمته المالية إلى مليوني أورو سنويا دون احتساب المكافآت. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد القطري تواصل مع غونار بشكل مباشر ومع وكيله وعرض عليه تولي تدريب منتخب قطر بعقد مدة 4 سنوات حتى نهائيات كأس العالم 2022. قبل ذلك أدرج الاتحاد الجزائري لكرة القدم اسم غونار ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب الخضر خلفا لرابح ماجار المقال على اعتبار أن غونار يستجيب للمواصفات التي حددها خير الدين الزطيجي رئيس الاتحاد الجزائري الخبرة وأن يكون على دراية بكرة القدم الجزائرية والإفريقية على السواء ويتقن اللغة الفرنسية جيدا. في خضم توالي هذه الأخبار خرج القجع بتصريح تلفزيوني أكد من خلاله أن مستقبل الأسود ليس رهينا بالمدرب غونار أو أي شخص آخر بل يعتمد على خريطة طريق واضحة تضعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمن سيأتي. أما غونار فما زال مستمرا في نشر تغريدات تلمح إلى قرب رحيله عن الأسود آخرها توجيه الشكر إلى الطاقم المساعد الذي اشتغل معه مشددا على أنه لن ينسى هذه اللحظات التي ستظل عالقة بذاكرته. غونار يلمح ووسائل الإعلام تؤكد والجمهور المغربي يترقب والجامعة صامتة ربما في انتظار اللقاء المرتقب. سي نور الدين بحال اللي جا في ورقه حنا دابا الان تنتحدثوا على اخبار يمكن نقولوا ما كنقولوش غير موثوقه او موثوقه ولكن مصادرها غير معروفه
لما تجي تحدد مثلا بحال اللي في الورقه مصادر الناس كتهضر على مصادر قريبه من الجامعه ولا مصادر جامعيه، ولكن الجامعه كجامعه لم تقل كلمتها بعد في هذا الموضوع هذا. فانت كيفاش كتشوف هذا الموضوع اللي فرض راسه علينا من بعد هذيك المشاركه اللي ربما حتى ديك الفرحه الكبيره باقي ما طغى عليها شويه؟ وبالنسبه لي انا كنعتبر هذا الشيء عادي كتقني، لان كما كتعرفوا بعد اي مدرب ولا اي لاعب من بعد واحد المشاركه في واحد الدوري ولا في واحد البطوله كيكون المستوى ديالو كبير، وكان ولا المجموعه على اللاعب ولا المدرب كنظن بان حتى الصوره اللي ظهرت بها الكره القدم المغربيه في روسيا فهي بطبيعه الحال غتجعل من المدرب غادي يدخل في واحد النفق اللي صعيب باش يخرج منه. علاش؟ لانه كما شفنا بعد التصريحات ديالو فهو عنده واحد الحب كبير للمغرب. الصوره اللي ظهر بها المغرب الان دول اخرى اللي بالجانب ديالنا ولا اللي بعيدنا شويه فهي محتاجه المدرب كالمدرب الوطني. يمكن انا في هذه النقطه هذه نقول بانه مصر ورئيس الاتحاد الجزائري هو بنفسه قال بانه كاين في اللائحه صحيفه مصريه تتحدث عن وجود اتصالات في قطر، ويمكن لما كنا كنتحدثوا في الكواليس قلت بانه عندك اصدقاء في قطر اللي اكدوا لك بانه موضوع حديث الشيوخ والمسؤولين على في الاتحاد القطري. واكثر من هذا انا تنقول بانه يمكن حتى الصحيفه المصريه لما شافت لانه كاين هناك حديث عن اعتذار رونالد للاتحاد المصري يمكن عاد بدات تسوق لما يدور في الكواليس بخصوص احتمال انتقاله الى قطر. بالنسبه لي انا ولينا كنعتبره قاطره في كره القدم الان، ملي كنشوفوا بعض الدول اللي كتهاتف على من بعد النتائج اللي كنحصلوا عليها الان كنظن بان احنا راحنا في الطريق تهاتفوش على اللاعبين، شنو ديال اللاعبين؟ اغلبيه اللاعبين في الدوري القطري المصري يعني مجموعه ديال اللاعبين اللي احترفوا في هذه الفتره الاخيره. صح، احترفوا في الفتره الاخيره واللي شاركوا كاين اللي عندهم فرق اللي كتطلبهم. يمكن نتكلموا على جوج عروض، واحد من السعوديه وواحد من الامارات بالنسبه لكريم احمدي، وكاين بطبيعه الحال عروض لاعبين اخرين، وهذا موضوع يمكن كيحتاج ان نخصصوا له حيز مهم في الحلقه المقبله ان شاء الله. المهم تواصل الحديث. كنظن بان حتى الدول كما كتشوف لنا افريقيا اصبحنا كنتصدروا كما نقدر نقولوا كره القدم الافريقيه يعني من بعد ربحنا الشان يعني اللاعب المغربي ولا واحد مستوى كبير. الصوره اللي دار بها المنتخب الوطني في كاس العالم فهي عطات واحد يعني غيرات كما قال السي نور بالنسبه للشعب الروسي بالاحرى يعني العرب اللي حدانا كيعرفوا المستوى ديالنا كيعرفوا كيفاش كنشتغلوا كنظن بانهم كيستافدوا من هذه الاشياء. كنظن بان الان الكره فهي غتبقى عند في الجامعه وبين المدرب باش اقناع باش يبقى يعني كتكون حتى هناك اغراءات ماديه كنظن تبقى الطبيعه ديال الشخص كيفاش كتكون واش كيقلب على الجانب المادي ولا كيقلب على الجانب كما ذكرنا قبل هي الاستمراريه. خصنا نشدوا دوك الايجابيات ونستمروا في العمل يعني كما كنعرفوا بان حتى المغرب كنا واحد الوقت كنقولوا واحد المشروع بدا خصو يكون عنده 4 سنين كيوصل عامين كنقولوا راه فشل غادي نوقفوا والعاد نبداو عاوتاني من جديد. الان اصبحنا منفروض علينا باش نبقاو نتابعوا المشروع ديالنا خصوصا انه غدا كاس افريقيا يعني راه الاسبوع الاول من سبتمبر غنبداو التصفيات بطبيعه الحال. هذه الان خص يكون عندنا الهدف ديالنا هو الفوز بكاس افريقيا، لان الا بغيتي تفوز بكاس افريقيا خص تكون واحد الاستمراريه وبالاخص بين اللاعبين كتربطهم واحد العلاقه كبيره بينهم وبين المدرب. يعني كنظن بان حتى الشخصيه ديال المدرب كتلعب واحد الدور كبير في المجموعه. من بعد غادي نرجعوا كما الا سمحتي سي حسن حتى المشاكل اللي وقعت وسط المجموعه لو كانت وقعت مع مدرب اخر كانت غادي تعطي واحد الصدى مشاكل كبيره، ولكن هو كيحتوي المشاكل ديالو في اسرع وقت وكيرجع بالايجابيه يعني كياخذ هذاك الفيدباك اللي كما قال سي نور خصو يرجع ايجابي ما يرجعش سلبي. يعني وقعوا مشاكل كانت تكون لها يعني واحد انعكاسات سلبيه على المجموعه وبالاخص في واحد الظرف وجيز هو كاس العالم. يعني ما كنلعبوش مقابله وكنمشيو نتسناو شهرين ولا 3 شهور عاد نلعبوا المقابله اخرى، يعني في ظرف وجيز 3 ايام 4 ايام فهو كيحتوي المشاكل ديالو وهاد المشاكل كترجع ايجابيه على المجموعه وهذا اللي خلى اللاعب المغربي ما تاثرش. هذه هي بحكم يعني انا كنت لاعب وعندك تجارب كبيره في الاحتراف وهذاك الشيء. اللاعب المغربي خصنا واحد الانسان بحال هذا المدرب لانه كيحتوي اللاعب المغربي كيجيبو عنده كيعرف كيدافع عليه كاين مجموعه الاشياء اللي كتعرفوا حسن كتكون واحد كونترا بين المدرب واللاعب يعني ما كنعرفوا حتى شي واحد يعني بيناتهم كونترا مورال كونترا كيكونوا بان هل لي عليك هل لي لك
من اللي كتكون الشفافيه والوضوح بين اللاعب والمدرب والطاقم التقني كله كيعرف واحد كما كنقولوا الواجب ديالو اللي خصو يعملوا في المجموعه. يعني كل واحد الا اشتغل في المجموعه وادى الواجب ديالو كما يرام نظن ما كاينش شي مجموعه غادا تخسر. المهم كنا نور هذه القضيه ديال انه هذاك الامور اللي كانت كتخرج لعند صحفيين الراي العام واش كان عندها تاثير على الجمهور، خصوصا انه ملي كتجي تسمع بانه كان وقع خلاف مثلا ما بين حجي ورونار، التصريحات اللي دلا بها بن عطيه مباشره من بعد يعني المباراه ديال المغرب والبرتغال، هذه الاشياء واش كانت عندها تاثير في وسط الجمهور؟ نهائيا نهائيا تقريبا قريب من الجمهور، يعني بشكل انا تقريبا ما عمرهم تحدثوا ولا ناقشوا هذا الموضوع ديال بن عطيه ولا خلاف ولا حجي ولا اي كلام. واش ما كانش عندهم اخبار ولا كان عندهم اخبار؟ لان كنت عارف وسائل دابا التواصل كاين فيسبوك، كاين يعني بزاف المواقع اللي يمكن يوصلوك الخبر في الدقيقه ديالو، ولكن ما كانش نقاش كبير لان كانت عندهم واحد الثقه وبالنسبه لهم مش اي خبر غيجي ناقشوه على اساس انه راه حقيقه، مش اي خبر هما تيشوفوا داكشي اللي تيعيشوه. ملي تيمشيو قدام لونطيل تيبان لهم الاجواء مزيانه، حيت تقريبا كل ما كان واحد المباراه يعني قريب مباراه غيمشيو الحصه التدريبيه تيلقاو الجمهور امام الفندق ديما تيحفزهم ويشجعهم. وهذا شخصيا ما لمستش هذه المساله هذا، وكان شي نقاشات ولا حوارات ولا غالبا نتكلم على المساله ديال الاستمراريه. الاستمراريه اهم حاجه في اي مجال هو الاستمراريه، لانك بديتي واحد العمل خصو يستمر، خصوصا ان هذاك العمل اللي انت اللي درتي عطى الثمار ديالو، عطى الاكل ديالو. بالنسبه للقضيه ديال رونار، المساله ديال انه يمشي ولا يبقى ولا هذا، كيف ما تعرفوا هذه المسائل داخلية، ما نقولوش اشاعات ولكن اخبار اللي تتروج ولا هذا معني بالامر اللي هو رونار ولا الجميع، ما كاينش شي تاكيد. كاين وجوج ديال التدوينات اللي كان دارها رونار ويمكن تأولات بواحد الطريقه، يعني المدرب عنده عقد مع جامعه 2022 وصريح ديال رئيس الجامعه يمكن تيلمح لانه الا بغى يمشي راه خاص المهم الاستمراريه اللي غيجي هو اللي خصو ياسوري فعلا. هذا هو دوك ديك جوج تدوينات وتصريح ديال رئيس الجامعه، وربما زادوا غداو هذاك الاجتهاد والتاويل اللي كاين. وحنا من بعد هذا المساله هذه وبحال اللي جاب ورقه جاء الحديث عن شروط رونار، وهذه القضيه انا تنقول بانه ما دام انه ما كانش لا تاكيد ولا نفي غتبقى تفعل الى حين انعقاد الاجتماع ما بين الرجلين، ولكن حنا ما يمكنش نمروا على هذا الموضوع مر الكرام، لابد نناقشوه. انا كنقول بانه في قراءتي الشخصيه هو انه يمكن رونار الا كان فعلا هذا الشيء اللي تقال صحيح عنده الحق بانه يعيد النظر او يختار الطاقم التقني، لانه هو اللي كيشتغل معاه وخص يكون تكون هذيك لا كويزون ويكون داك الانسجام. ولكن انا تنقول بانه بالنسبه للمدير التقني حنا يعني ما عندناش موقف سلبي من المدير التقني او لا عندنا خلاف معاه شيء، ولكن اللي كيختار المدير التقني ماشي هو مدرب المنتخب الاول، اللي كيختار المدير التقني لان من بين الشروط ديالو اللي تنسبات ليه دابا لحد الان تنهضروا على شروط تنسبات ليه استمرار ديال لارغيت. وانا كنقول بانه راه كان رونار كان ذكي في التعامل ديالو في ندوه صحفيه تيقول بان تنشكر الناس اللي تاقوا فيا وعلى راسهم نصر لارغيت اللي كان من وراء المجيء ديالي واللي حدا اللي كان هدف الانتقادات ديال الصحافه المغربيه، وهذه ماشي اول مره كيهضر هو بشكل او باخر على الصحافه المغربيه. هذا موضوع اخر، حنا المهم اللي كيهمنا هو منتخبنا الوطني، هو ان الاجواء ديالو تكون سليمه. ولكن واش ما كتشوفش نور الدين بانه شويه الا كانت هاد الشروط راه شويه فيها من التعجيز ما فيها؟ يمكن قبل ما يبدا زياتي غير واحد المساله ديال يمكن الوظيفه ديال رونار، يمكن ماشي هو مدرب المنتخب الاول، يمكن هو الناخب الوطني المشرف العام على المنتخب الوطني. يمكن ايه، ولكن راه حيت لا ديريكسيون تكنيك راه فيها الجانب ديال التكوين، وجانب التكوين راه كاين واحد الراجل اللي يمكن اللي هو مغلو ولكن ومعاه اداره تقنيه لا رجال. فانا بالنسبه لي تنقول هذه المساله، يعني انه يقدر يقول يكون عنده راي
في مدرب ديال المنتخب المحلي، رأي في مدرب المنتخب الأولمبي، رأي في مدرب المنتخبات السنية، ولكن المدير التقني هذا شيء آخر. حيت حنا ما عاوتاني ما يمكنش نقبلوا انه اللي جاء يبدا يعلمنا اشنا هي كيفاش كتمشي الامور. انا هذا رايي الشخصي، ويمكن نور الدين زياتي تختلف معايا وتوافق معايا، ماشي مشكل. واخا خويا خويا حسن ما غاديش نختلف معك، ولكن كنظن بان هناك مشروع. انا نهضر بصراحه واشياء اللي عشتها ولا في الاداره التقنيه، لما كنظن بان كاين واحد المشروع كبير اللي كتهار عليه الجامعه المغربيه لكره القدم. خصنا نهضروا بصراحه، يعني ما نبقاش ماشي نرشوا الورد على شي واحد، ولكن بالعكس هناك واحد ورش كبير 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 جدا. كنظن بان كاين شويه تقصير بالتسويق هذاك داك المشروع. يعني كاين الان كيوجدوا في مركز المعموره، كاين واحد المشروع ديال المنتخب الوطني. لا تنظن هذه مسؤوليه الجامعه، لانه حيت بعض المرات كتلقى صعوبات انك توصل لمصدر الخبر. حتى الاداره التقنيه الوطنيه سي حسن، وانا سبق لي اشتغلت معاهم، كنظن بان كاين واحد العمل كبير في الفئات السنيه، عمل كبير. يعني كنظن بان غير حتى الاكل ديالو خصنا غير شويه الصبر، كما كان هو سينور يقول لك الناس ديال برا كيفاش كيصبروا على المشروع. خصنا واحد شويه الصبر، يعني باش تعطي واحد اللاعبين في المستوى اللي غيعطيو واحد غيلعبوا في القسم الوطني الاول. كاين مشروع كبير حتى المنتخبات الوطنيه، كاين عمل كبير من الاداره التقنيه. كتبقى هذيك العلاقه بين المدرب والاداره التقنيه كنظن هي علاقه جيده. كنظن بان المدرب عنده واحد الهدف كيشوف فيه بعيد، بان داك العمل اللي كتقوم به الاداره الوطنيه راه غادي يعطي الاكل ديالو. يعني كنظن كون ما كانش عنده هذه الفكره ما غاديش يطالب ببقاء هذا الانسان ولا انسان اخر في هذا المكان. يعني كان هذا العمل اللي كتقوم به الاداره التقنيه في المنتخبات، انا كنهضر في المنتخبات، يعني في الفئات السنيه المنتخبات. يعني كاين واحد العمل كبير، كاين لاعبين ان شاء الله اللي غي انا كناكدها. وسي حسن من بعد واحد الوقت، لا لا في بيت حنا متبع، لان كاين المدربين اللي مشرفين كلهم اصدقاء وكنعرف شنو العمل اللي كيتقام. لان الاداره التقنيه رجعنا لذاك العهد ديال العصا، الان خص الكره عند العصا. العصاب هي اللي كتعطي اللاعبين المنتخب الوطني. من بعد العصاب كاينين الانديه خص نحترفوا. خصنا الانديه الان هي اللي تستافد من كاس العالم كثير، وتعرف بان المستوى ديال اللاعب ها فين وصل. يعني في الفئات السنيه كاين خص مراكز التكوين تحل في الانديه، خصنا نرجعوا للفئات الصغرى الفئات السنيه. وهذا راه تا هو نقاش، لانه ماشي حيت انه فلوس كثيره تخسرات على مراكز التكوين ديال الفرق وباقي ما شفناش الثمار ديالها. وهادشي تنهضر لانه تنتكلموا على انه قبل 8 سنوات بدات في عهد لما يعني ماشي الجامعه ديال فاسيفيري، ولكن لما كان جنرال حسين سليمان انه بدا بناء المراكز ديال التكوين. ومع المشكل اللي كاين هو ما كاينش مراقبه. علاش انا تنقول من غير العمل المراقبه ديال العمل بعدا واش كيطبقوا في الفئات السنيه واحد البرنامج ديال ها كيفاش تكون هذا، ثم ثانيا الاموال اللي كتعطيها اللي كتضخ من اجل مراكز التكوين واش فعلا كتمشي لمراكز التكوين ولا كتمشي للفئات الكبرى. حيت المشكل ديما الهاجس ديال الفرق هو داك الفريق الاول. سي حسن نهضروا في الواقعيه بان مراكز التكوين ما كاينش ثلاثه ولا اربعه هما اللي كيشتغلوا. نهضروا بصراحه بالنسبه للفرق، يعني مراكز التكوين هي موجوده، مراكز التكوين ماشي موجوده بناء مراكز الاطر الوطنيه والاطر والمشرفين على هذه المراكز التكوين. لان مراكز التكوين راه هي صعيبه بزاف، لان باش تجيب لاعب من عند العائله ديالو بانه يتعقل ملاك، يعني كاين مسائل داخليه هي صعيبه، ولكن مع الوقت ومع الصبر نقدروا نوصلوا لهذه النتائج. هذا اللي كتاكد عليه الاداره التقنيه الوطنيه، لان كما الاداره التقنيه الوطنيه فهي استعملت عده برامج. وانا سبق لي اشتغلت في هذه البرامج ديال الاداره التقنيه الوطنيه، يعني كانت واحد المواكبه للفروق، كانت مواكبه لمراكز التكوين، مواكبه للمدربين اللي غيشرفوا على الان. كاين كل فريق عنده واحد المدير اطارين، يعني كي الجميع كيتكلف بالاداء ديال المصاري ديالهم. الاشياء اللي انا بالنسبه لي عشت الاحتراف كنشوف هذا الشيء ان شاء الله غادي يعطي الاكل ديالو، ولكن بمواكبه ديال الفرق اللي هي خاصها تدخل في هذا المشروع. لان حتى المدربين الان خصهم يتيقوا في الشبان. انا يعني كنشوفوا في كثير من الفرق ما كيستغلوش ما كي بالعكس، يمكن اللعابه اللي ولاو كيسوا الثمن هما اللعابه اللي كيفوتوا الثلاثينات. هذا هو المشكل الكبير، بعكس الوقت ديال الجينيراسيون ديالنا حنايا
كانت ديك المقابله الفيديو اللي كتجي قبل المقابله، كان لاعب كيلعب في نفس الاجواء، كان لاعب كيعيش مع الجماهير، كان لاعب كيعرفوه الناس ديال المدينه ديالو ولا الجماهير ديال الفريق كيعرفوه، هو عند هو مازال كيلعب في لي سبور ولا كيتسناو وقتاش غيطلع الفريق الاول لانهم شافوه المستوى ديالو. عندهم واحد الدور كبير يعني كيضغطوا حتى على الاداره ولا المدرب بانه هذا اللاعب راه لعب هذه المقابلات مع فريق الامل، علاش ما يكونش هو راه هو احسن من فلان او كذا. هذه مسائل الايجابيه ديال الجماهير ديالنا المغربيه، وتا على هذا البرنامج اللي استراتو الاداره التقنيه الوطنيه غادي يعطي الاكل ديالو. علاش؟ لان الان ولا واحد الاطر الاداره التقنيه كتعمل مع واحد الاطر اللي عندهم يعني تجربه في هذا المجال. سبيل الذكر كنذكروا فتحي جمال، فتحي جمال فهو من الناس اللي عطاو النتائج على في عيد المنتخبات، يعني كان عنده واحد الدور كبير. الان كنستغلوا هذه التجربه باش تعطي الاكل ديالها. كنظن بان الان خصنا نرجعوا الاستمراريه والصبر، لان الصبر في التكوين كيلعب واحد الدور. لا هو يمكن هنا انا غنعطي واحد المثال. كان قالوا لي البطل العالمي سعيد عويطه، كان كاين عندنا جوج حوايج، اما انك مزروب وباغي تزرع القمح، او انك متأني وباغي تاخذ يعني اما تزرع شجره ديال اللوز ولا ديال الزيتون. هذه كانت في ديك لي زيبروف، لانه كاين لي زيبروف دي كورس اللي كيمكن يعطيوك نتائج بسرعه، ولي زيبروف تكنيك تيعطيوك نتائج يعني على مدى المتوسط او البعيد، وخصك تصبر عليهم. انا ما حنا تنقولوا ماشي ما كنهضروش على التسرع، حنا اليوم بالعكس، حنا اليوم تنتكلموا على انه هذيك الاستمراريه مهمه، وايضا انه كيخص نوجدوا بدائل، لانه حتى الا تكلمنا على المنتخب الوطني الاول راه كاين لاعبين اللي فاتوا 30 سنه واللي يمكن حنا ما كنقولوش اليوم، ولكن راه خدا غيمكن ما نلقاوش منين نجيو دور مورانا نلقاو الفراغ. هذا هو اللي ما خصوش يكون، لان خص تكون استمراريه. وهذا الشيء علاش مثلا في كاس العالم كنشوف بان واحد المنتخبات ما كتحسش بها تلقى تغييرات، ولكن بقات في نفس النيفو. هذا هو اللي سمعتو. غادي نبقاو في اطار الحديث عن كاس العالم، ولكن اليوم غنتحدثوا على اسد من المونديال. الاسد اللي غنشوفوا البورتري ديالو عبر الورقه اللي عندها الزميل عز الدين مخلوفي هو النصيري، يوسف النصيري، اللي كان المشاركه ديالو ما تار نقاش. على اين هادشي غنقدروا نتحدثوا عليه من بعد مع زياتي ونور، نشوفوا الورقه ونرجعوا لكم. هدف ولا أروع، أذاك الذي أحرزه الدوري المغربي يوسف النصيري لاعب مالاغا الإسباني خلال المباراة أمام منتخب إسبانيا برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018. هدف منح التفوق للأسود في مباراة انتهت بنتيجة غير منصفة أمام الماتادور الإسباني هدفان لمثلهما بسبب اللجوء الانتقائي لتقنية الفيديو الفار. أعاد هدف صيري إلى الأذهان مباراة الطوغو برسم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون، عندما أحرز هدفا قاتلا في الدقيقة 72 أمن به فوزا كان الأسود في حاجة ماسة إليه بعد الهزيمة المفاجئة في مباراة افتتاح المجموعة الثالثة أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد. أنصيري كان مفاجأة لائحة الناخب الوطني إيرفي رونار في نهائيات المونديال الروسي، على اعتبار أنه جرى إبعاده عن التشكيل لفترة ليست بالقصيرة، لكن رونار وحده يعرف قوة هذا اللاعب التي لا تظهر إلا في الأوقات الحرجة. مسار أنصيري الكروي ابتدأ من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ثم مر بفترة إعداد مع المغرب الفاسي، انتقل بعدها صيف 2015 إلى مالاغا الإسباني حيث لعب أولاً مع فريق الشباب ثم الرديف إلى أن جرى إقحامه مع الفريق الأول. أنصيري يتميز بطول قامته، ساعدته في تسجيل العديد من الأهداف من الكرات الهوائية، كما أنه لاعب سريع وذكي يعرف كيف يستغل أخطاء دفاع الخصم ومشاكس بقوة في منطقة الجزاء. أوليس هذه هي ملامح قوة نصيري التي لا يراها إلا هنا فقط؟ بحال اللي جا في الورقة أنه نصيري كان الاستدعاء ديالو ما تهر نقاش، وهذا قلته أنا قبل
فلانه النصيري كان في اللائحه الاحتياطيه. اليوم النصيري يمكن حتى في اسبانيا وانه ما كانش اساسي في الفريق ديالو، اليوم غيصبح عنده واحد او صبحات عنده شعبيه اخرى بحكم انه حتى الان وبالرغم من انه باقي ما ولاش الرسمي، راه عنده جوج الاهداف في مباراتين مهمتين، الاولى في كاس افريقيا نهائي كاس افريقيا ضد توكو، والثانيه ضد اسبانيا، وما ادراك ما اسبانيا والطريقه باش تسجلات. واخويا حسن خصنا نبدلوا شويه العقليه ديالنا، نثقوا في الوليدات ديالنا. هذا واحد هذا بين الناس اللي شتيهم انت بحكم انه خدمتي في الفئه السنيه، يعني هذه خصنا نثقوا في الوليدات، خصنا نعرفوا بان الانسان واحد الوليد دات واحد المراحل ديال التكوين ومشاش غير صدفه باش يلعب في مالاغا وداك الشيء، وكيبين واحد المستوى كبير في البطوله الاسبانيه. كتشوف حتى الوليد كيعطي واحد كي يعني عنده واحد الرغبه باش يكون من احسن الهدافين من احسن اللاعبين. كنظن بان هاد الان ولينا في 2018 وتاهلنا لكاس العالم، ما بقاش مسموح لينا باش نبقى نلعبوا بلاعب عنده 32 سنه 33 سنه، وحنا من الناس اللي كيتصدروا البطوله كيتصدروا افريقيا. داو عندهم امل انهم يفوزوا بكاس افريقيا ويحضروا المونديال المقبل. لان منتخبات ما تتحش بها انا كيفاش تسالي منتخب وتبدا منتخب، راه المساله لازم يكون مستويات، ثلاثه مستويات، لا تشوف المدى يعني القريب والمتوسط والبعيد، وهاد الناس كاملين تيكونوا يخدموا يعني في اتجاه واحد. طبيعي الحال لانه كتكون واحد الهارموني ما بين التكامل، لان الاطور ثم كاين سياسه التكوين وحده، وثم كاين هذاك لو سافوار ايكوتي، يعني ديك القوه ديال الاستماع للطرف الاخر. يعني انا لما تيجي عندي مدرب ديال واحد الفئه او تيتكلم لي على واحد اللاعب تيعطيني اشنا هما المؤهلات ديالو وكنثق فيه، وكيمكن وتنظن بانه انت كنتي في الرجاء البيضاوي والراحل اوسكار خدم هذا الجانب بزاف. انا بغيت نسول زياد شي خدمه هذه المساله مهمه باش نكونوا نهضروا بصراحه بوضوح. المساله ديال النصيري ولا معامين دير ولا حتى التكناوتي، هاد الثلاثه اللي تكونوا اكاديميه محمد السادس، كان واحد الجدل نقاش كبير وراك انا بعدا شخصيا ما تعرفش انا هاد الانتقادات منين تجي. انت شخصيا راك خدمتي مع الاداره التقنيه، واش هاد اللعابه واش ما يستاهلوش انهم يكونوا في كوب دي مون ما يكونوش مع المنتخب؟ لا يستاهلوا يكونوا مع المنتخب، ولكن علاش هاد النقاش كبير؟ علاش النقاش خويا نور؟ انا هو يمكن نفهمك نقدر نمشي نفهمك، ولكن نعرف خصنا نبدلوا نرجع ديما للعقليه ديالنا. علاش؟ لان حنايا المنتخبات الوطنيه داروا واحد النتائج قبل بدون تكوين، بقات مترسخه عندنا ديك الفكره بان اللاعب غادي يكون واجب. ولكن الان حنا رحنا في 2018، يعني حتى لو ريتم ديال الفوتبول مونديال فهو طلع، ولا اللاعب خصو يكون يمر بجميع المراحل. يعني من 6 سنوات الان راه كيبان لك الوليد واش غادي يكون لاعب كره القدم ولا، يعني خصو يدوز ديك المراحل. الان خص كما قلتي اخ نور، هاد اللاعبين مروا في واحد المرحله ديال مسيو ناصر لارغات اللي كان في اكاديميه محمد السادس، اللي كدير واحد العمل كبير. كنظن جميع المراكز اللي كتعمل في التكوين فهي كتعمل برامج كتعمل كبير، ما خصناش نبخسوا العمل ديالها. يعني علاش؟ لان كيعطيو واحد المسائل لواحد الوليدات في واحد الوقت معين وفي واحد المكان اللي فيه ظروف ملائمه. كما كتعرفوا الان بان مراكز التكوين خصها تكون في اعلى مستوى. كنظن هاد لي فروي اللي خرجوا من الاكاديميه كنظن كان عندنا حنا كنا كنتسناو اكثر يكونوا 5 لاعبين 6 لاعبين، ولكن كاين واحد المشكل كبير. المشكل هو ان اللاعب ملي كيبغي يخرج من كيما سمحتي وباقي الفئات راه فيهم لاعبين، فيهم لاعبين كثر. المنتخب الاول راه ما يمكنش يكونوا اكثر من 3 راه شي حاجه انجاز. النقطه السوداء اللي كاينه باش اللاعب المغربي اللي كيكون مكون وما كيمشيش في واحد المستوى كبير، هو ان اللاعب ملي كيكمل مرحله التكوين خصو يخرج يلعب. كاين المدربين ما كيتيقوش في هاد الوليدات، يمكن انه حتى داك هذيك بوست فورماسيون ديال التعامل يمكن كيتبدل عليه، كان في واحد المستوى عالي يمكن هبط تلقى لو دوغري هبط، لانه العقليه باش كتمشى الفروق راه باقي فيها نظر. ماشي كنقول الثقه ديال المدربين في اللاعبين، ولكن انت الرغبه ديال الرؤساء في النتائج ما كتخليش المدرب حيت كاين النتيجه واللاعبين لاعبين اللي شبان، ولكن كاين بعض الفرق اللي عندها هاد فرق. ولكن الان انا ما يمكنش لي نقول هاد الفرق اللي كنعرف كتعمل الان في الفئات الصغرى وكتاخذ اللاعبين احسن لاعبين على الصعيد المغربي، على الصعيد المغربي اللي كيدخلوا لمركز التكوين ديالهم اللي غيعطيو الاكل ديالهم. يعني هنا الان من هنا 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات
غادي نشوفوا بعض الفرق اللي غيكون عندها واحد الكم كبير من اللاعبين، عكس بعض الفرق اللي غادي تولي تمشي تقدر تكون داك اللاعب راه مر عندها في فئات في البدايه ديالو ديال المشوار وغتعطي فيه واحد الاموال طائله. هذه كيبقى على المشروع ديال الفريق كيفاش كيمشي. كنظن الان ما بقاش عندنا الضحك، خص ما نبقاوش كما قال خويا نور كنستعملوا الناس بزاف البوليميك هذه، علاش هذا مشى علاش بدا، خصنا نهضروا في المعقول، خص مراكز التكوين تفتح وخصنا نثيقوا في هذه المراكز التكوين اللي كاينه الان، خصنا نعطيو الثقه في هذه المدربين اللي كيشرفوا على في مراكز التكوين باش اللاعب كما قلتي سي حسن بحال هذيك النبته لا عطيتيه شي حاجه فهو كي يعني ما يمكنش واحد اللاعب اللي كيمارس في واحد الفريق اللي ما عندوش تكوين وغادي تسنى بانه غيلعب في الفريق الاول ولا غير داك الزمان ما بقاش. هو يمكن واخا هنا الهدف ديالنا هو المونديال، ولكن حنا نتحدث عن ما بعد المونديال، يمكن حتى داك لونتوغاج داخل مركز التكوين. انا مثلا كنت تخديت تجربه في بلجيكا وسبق لي هضرت مرات ومرات مع خصوصا الاطار الوطني عبد الخالق اللوزاني اللي كان وجهوا لي التحيه بهذه المناسبه، كان تيقول لي بانه في مراكز التكوين الدراري كيحسوا بحال في دارهم لانه المحيط اللي كاين بيناتهم في الملعب المدربين، ولكن في مكان الاقامه كاين امهات شبه امهات هما اللي كيشرفوا عليهم، يعني كيحس بداك الجو ديال العائله. حسن هو هذا المركز هذا الشيء ديال التكوين وديال الفئه الصغرى فهو عالم كبير وفيه مشاكل كبيره فيه، وغنرجعوا للعقليه. راه الان انا كنأكد على العقليه، انا فعلا من اباء من المؤطرين على تابع الناس الله يسامعهم، انا كنبغي نوجه لهم ماشي التحيه ولكن كنقول لهم الله يسامحهم. علاش؟ لان هاد الناس انا عايشت بعض الناس اللي ما باغينش الخير للمغرب. الان كتلقى مغربي وكيعمل في واحد المكان ولكن كيبقى المصلحه الشخصيه ديالو كتمشي فوق كلشي على المصلحه العامه. المصلحه العامه يعني كنظنوا بان ملي كنجيو في اي دومين الان كيكون واحد المشروع ولا وكتلقى واحد كما كنقولوا كاين اللي كيحفر من تحت كيحفر من تحت. فالناس كاين حتى صراع الاجيال. هذه واحد النقطه اللي سي حسن تقدر راه داكشي قلت لك تكلمت قبيله، قلت لك المساله ديال ان عندنا ثلاثه اللاعب اللي متخرجين من واحد اللي هي مؤسسه يعني مركز التكوين وهذا، ولكن تتلقى انتقادات والناس يهضروا داكشي. هذا هو السؤال اللي قلت لك نتكلموا عليه بصراحه، وداكشي السبب ديال هادشي هو بصراحه واش انت تنتقد الاداء ديال هاد اللاعبين بحد ذاته ولا تنتقد هذاك السيد اللي شرف؟ هو شنو غنقول واحد المساله ونكونوا على يقين، لو انه مثلا ما تمش اختيار نصيري وما تمش اختيار مثلا منديل او شي لاعب اخر، ومن هنا لواحد سنوات غيكون مثلا في منتخب ديال بلد اخر غيولي نقاش اخر، لان هذا النقاش هو اللي كاين الان حول في مروان فيلهني، مع العلم انه في ديك الفتره راه كان هو اقل مستوى من اللاعبين، ودا المنتخب اللي كان ما تسمحش ليه باش يشارك مع اللي هو المنتخب الشوبان راه وصل نصف نهائي كاس العالم ولعب مباراة ترتيب. يمكن انه اليوم كنكونوا في حديث وغدا كنوليو في حديث وبحال كنتبعوا غير حسن الحاله مختلفه لان هذاك ما تكونوش في المغرب لا، ولكن لا لا دابا حنا يمكن مدرب في حجامه اللي لقيته ما باش لانه اي راه جوستمون هذا هو اللي كنقولوا حنا كنتكلموا على اللعابه اللي كانوا هنا وفق الحال بحال انا تقولوا لاعب مغربي عند خضع للتكوين مزيان ولكن تيكون عملية الانتقاء. يمكن انه انا تنقول النقاش كيكون وقتاش كيكون لما تيكون هذاك اللي كان بديل ديالو في ديك الفتره بالذات ما عطاش نتائج مزيانه. هو سي حسن هو ولا اخ نور خصنا نفتخروا هذه السنه بكاس العالم، كنفتخروا بان عندنا لاعبين اللي تكونوا عندنا في المغرب. يعني كان هذه واحد الصوره اللي مزيانه. علاش؟ لان غتعطي غتكون واحد الدفعه ايجابيه للفرق بعد الاكاديميات، باش لان دابا الاكاديميه اي اكاديمي فهي غادي تستافد من هذا اللاعب ماديا من بعد، ما حد هو كيمشي في الكارير ديالو الا وكيستافد. المهم نرجعوا غير للنقطه ديال خويا ديال فتحي جمال، اللي كنظن بهذاك الوقت اللي كان انتقاء ديال اللاعبين عندك الصح بانه كانوا لاعبين هناك كبار لاعبين، يعني لاعبين في ذاك المكان اللي كان عندهم مستوى كبير، ولكن ما كانش عندهم واحد لا كونتينيتي اللي ما كانش، حيت ديك الوقيته ملي كتهضر على ياجور وعلى بندام وكتهضر على بن زوين والاحمدي اللي جات في هذا كاس العالم راه كانوا يعني في المستوى عالي جدا. على اي غنبقاو في اطار الحديث عن كاس العالم، يمكن انه موضوع
مغري ديال التكوين وهذا، ويمكن انه نرجع له مستقبلا. ولكن نرجع للحديث عن الحدث الطاغي اليوم اللي هو كأس العالم، فغنتكلموا على ظاهرتك في اللي الان، وهي خروج الكبار. خروج الكبار من المونديال هو موضوع ورقة عند الزميل ربيع الوردي، نتابعوا هذه الورقة ونرجع لمحاورة الضيف وزميل نور. مونديال المفاجآت، هذا ما يصح إطلاقه على نهائيات كأس العالم في روسيا بعدما توالى سقوط الكبار. إقصاء المنتخبات العريقة بدأ منذ التصفيات مع فشل إيطاليا وهولندا في الوصول إلى روسيا، ثم تخلت ألمانيا عن لقبها مكرهة لا بطلة في الدور الأول في إخفاق أثار القلق وسط جميع المنتخبات الكبيرة. الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا لم تصمد على الرغم من وجود نجومها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وإنييستا الذي قرر الاعتزال دوليا. البرازيل تخشى على نفسها حيث لن تكون مواجهتها سهلة أمام المكسيك بقيادة المخضرم ماركيز. منتخب فرنسا الوحيد الذي حافظ ماء وجه الأبطال السابقين في حال إذا استمر في أدائه القوي الذي قدمه أمام الأرجنتين. مونديال روسيا أسقط كل المفاهيم السابقة التي تنتصر لأصحاب التاريخ والإسم، وأثبت أن الكأس الذهبية سينالها من يحارب لأجلها فقط لا غير، ولن يرفعها إلا الأجدر بها. هذه الظاهرة ديال الخروج الكبار أو الأبطال التقليديين إن صح التعبير، أنت كيفاش شفتيها؟ طبيعة الحال وهذا الشيء راه بدا مع الدور الأول ويتواصل الآن. هو كما تابع المتتبع الكرام ما بقاش الكبير وبقاش الصغير، يعني المستوى اللي ظهر به كاع الفرق. هادشي علاش قلت أنا الأبطال التقليديين. الأبطال التقليديين أنت هما باقيين كيعيشوا على الأطلال كما كنقولوا، يعني الآن باقيين كيتيقوا في واحد اللاعبين اللي عندهم في السن كبار، كان يعني مسائل اللي الآن حنا استفدنا منها من كأس العالم ونستافدوا منها من بعد. كاين بعض الفرق ما بقاش داك اللاعب المؤثر. الان ولات واحد اللعبه جماعيه، ما بقاش عندنا مارادونا، ما بقاش عندنا براتيني، ما بقاش عندنا. هذه نقطه مهمه المساله ديالنا. يعني الا سمحتي كنا كل مونديال تنشوفوا لاعب اللي تتالق هذا المونديال هذا ما شفناش كيف ما قلتي كاين لعب جماعي. لا واحد الظواهر الكرويه يعني ولات يعني هي تكتيكيه اكثر منها فرديه. صحيح. وكاين جانب هو دابا انه نتكلموا حتى على المنتخب الاسباني اللي هما بحال اللي كاين اللي يسميوهم الملوك ديال لاطاك بلاسي ولوكيباسيون ولا وهذا لا بوسيسيون ثلاثات. فاليوم انه اليوم انه ولات مساله اخرى، يعني ولا واقع اخر، حتى بحال اللي داز مع ضيوف اخرين تيقول راه ما بقاش احسن وسيله للدفاع هي الهجوم، احسن وسيله الدفاع هي انه ما يتماركاش عليك وتمشي تماركي. وهو اخو حسن اي حاجه اي نقطه تهضر فيها الا غنرجعوا لمراكز التكوين. كما كتشوفوا راه الان كاين دول عظمى اللي ما فرخاتش لاعبين اللي كنا كنشوفوا في كؤوس العالم السابقه، كنشوفوا لاعب عنده 19 سنه 18 سنه، يعني قليل هذه السنه اللي شفنا لاعبين اللي عندهم واحد كاين لاعب مثلا 17 سنه بحال بولي بحال وايت سايد دار لعبوا صغار بزاف. علاش كنقول مراكز التكوين؟ لان الان ما بقاش داك اللاعب مؤثر، ما بقاش كنشوفوا بان المنتخب الوطني اي منتخب غيمشي على واحد اللاعب. باقي شويه في المنتخب البرتغالي يعني كنتسناو القذافات ديال كريستيانو. كنظن بان الارجنتين رجعتوا ليها كنلقاو ما حاولوا يلعبوا على لاعب مؤثر، ولكن الفرق الاخرى فهي درسات طريقه باش كيلعبوا. يعني الان ولا واحد الاجتهاد. علاش الا سمحتي سيتي هو انه كتولي بحال كتسهل المهمه للمنافس. انت باني محور النظام ديال اللاعب ديالك على حول داك اللاعب، فالعمليه سهله انه كنمشي لهذاك اللاعب كنخرجو من جو المباراه. هو خير الدليل على هذا هو المنتخب الفرنسي. الان حتى المدرب هناك كاين واحد المشاكل كبيره بين الصحافه الفرنسيه وعلى الاسلوب اللي كتلعب به فرنسا، ولكن المدرب
كي انسيستي على واحد القضيه بانه عنده واحد اللعب جماعي مع لو سيستيم ما عندوش داك اللاعب مؤثر اللي انا غيكون لعبوا على واحد اللاعب هو اللي غادي. شفنا كريزمان شفنا يعني مبابي كاين اللاعبين كثار بوغبا كيلعبوا للمجموعه اللعابه اللي غيعطوك الحلول وهاد اللعابه كيلعبوا في الفروق ديالهم لاعبين مؤثرين ولكن الاحترافيه ديالهم والصرامه ديال المدرب خلاتهم باش يدخلوا للسيستيم ديال يعني الكلام. وهاد المساله هذه هي اللي خص الناس يفهموها. مراكز التكوين راه ماشي غير مشي تاكل وتشرب وتنعس وتقرا مثلا وتتعلم كيفاش تلعب. لا هو خص الفكر يتغير. الفكر وهو بطبيعه الحال واخا مشينا في واحد الاتجاه ورجعنا نور لا عنده هو اللي كاين هو انه اصعب حاجه يمكن تغير هي على مستوى الفكر. يمكن تغير بزاف الحوايج وكاين على مستوى الفكر راه يمكن كنبداو اليوم ولكن اللي كيستافد منها هو الجيل الثالث او الرابع بطبيعه الحال. نرجعوا للحديث خصنا مراكز التكوين ديالنا تشتغل باش نشوفوا لاعبين في المستوى ديال نرجعوا للفرق الكبرى. الان ما بقاش فريق كبير وفريق صغير ولا الفرق بين لاعب ولاعب هو الاجتهاد ديالو والانضباط ديالو مع المجموعه. لان شفنا فرق اخرى الا شفنا نرجعوا للمنتخب الايسلندي الان الطريقه باش كيلعب المنتخب الايسلندي فهي ولات كتدرس على الصعيد العالمي لان كيلعبوا واحد لو سيستيم اللي كيطبقوه اللاعبين ديالو 100%. يعني هذا كيرجع للانضباط والتكوين وحتى العقليه ديال اللاعب. يعني كي ما يمكنش واحد اللاعب تكون عنده يبقى يلعب في يلعب في الدفاع لمده 90 دقيقه يعني باش يكون عندك واحد اللاعب يكون عنده الفورس كاركتر ديالو باش يبقى كي في واحد لو سيستيم ممكن يعتمد على الهجمات المرتده. يعني هذه المسائل كتشتغل ولكن المسائل كتشتغل بالقدرات ديال اللاعبين. حنا الكره المغربيه حنا كنلعبوا الجانب التقني كان عندنا مشكل في استرجاع الكره. الان ولينا من احسن الفرق حتى في الصعيد على الصعيد كاس العالم من الفرق اللي كانت كتسترجع الكره بواحد الطريقه اللي هي مدروسه هي يمكن ديبات تكتيكي لا دفاعيه لا هجوميه. هذه مسائل ايجابيه اللي خصنا نعرفوها حتى الجيل ديالنا اللي الان في مراكز التكوين والشبان ملي غيشوفوا هذه الصوره على المنتخب المغربي. والمساله المزيانه اللي هضر عليها السي نور هي الشخصيه. ملي كيولي عندنا اللاعب عنده الشخصيه وغادي يطبقها في 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 في, في, في ورقه الملعب كنظن غتكون النتائج. الان الفرق الكبرى هي خرجت ولكن الفرق اللي بقات راه ماشي صغرى راه هي فرق كبرى. كما شفنا غير كرواتيا البارح مع الدنمارك شفنا واحد المقابله اللي هي درس. كما كنشوفوا الان كرواتيا هي تاهلت ولكن بصعوبة مع المنتخب الدنمارك توقعنا انها غتكون واحد ولكن شفنا الفرق اللي كيلعبوا فيها اللاعبين ديال منتخب كرواتيا مع الفرق اللي كيلعبوا فيها اللاعبين ديال منتخب الدنمارك كل شيء كان فافوريزي البارح المنتخب الكرواتي باش تفوز بواحد الطريقه بواحد النتيجه. طيب الى جينا نتكلموا شويه على يعني المنتخب الانجليزي علاش؟ لانه كاين هناك من يرى بانه القوه ديال المنتخب الانجليزي تستنبطات من الطريقه والقوه اللي كان بها الفريق البطل ديال انجلترا وهو طريقه العمل ديال غوارديولا. بحال اللي في واحد الوقيته ملي كان غوارديولا مع البارسا كان المنتخب الاسباني مزيان والوقيته اللي مشى للبايرن كانت هذيك القوه ديال ديال العمل ديالو عطى منتخب بطل العالم اللي هو المنتخب الالماني. واش انت مع الفكره؟ انا معاك من ساعات هو الفكر كما كنعرفوا العقليه الانجليزيه هاد السنين كانوا كيلعبوا على الكره الطويله على الدفاع البدني. كنا كنشوفوا لاعبين اللي عندهم واحد البنيه جسمانيه كبيره كيضربوا يعني كنا كنشوفوا ضربات خطا الا غيكون خطوره معروفين. ولكن الان يعني لو فوتبول ديريكت الان هذه هي النقطه المهمه اللي خصنا ناكدوا عليها هو داك التحول الترانزيسيون اللي وقعت في البطوله الانجليزيه. ولينا كنشوفوا واحد البطوله اللي فيها كره القدم جميله ولينا كنشوفوا لاعبين شبان يعني عرفوا الناس ومدرب شاب. الناس كما نرجعوا للفكر والعقليه اقتنعوا بان الفوتبول ها هو خصنا نعملوا عليه في هذا المجال باش نوصلوا للنتائج. وهذا هو اللي اكدوا المنتخب الانجليزي. علاش؟ لان نرجعوا للتكوين. التكوين عطى الاكل ديالو وعطى شبان يعني راه تشوفوا لاعبين التكوين فكر حتى الشبان عندهم واحد الشخصيه كبيره لان حتى لما تبعوا على الريزو سوسيو اللاعبين كيديروا واحد بعض اللقطات من التمارين اللي كيقوموا بها في المنازل ديالهم. يعني هذه اشياء كتبين على الاحترافيه. المسائل اللي ما
ما استطاعوش يكونوا في مركز التكوين فهي كيشتغلها في البيت ديالو وكنشوفيه ويمكن يعمل ديك اللقطه في مقابله. يعني كنشوفوا قمه الاحتراف وقمه نرجع لواحد الكلمه اللي خصنا نعرفوها هي التواضع ديال اللاعبين. كنشوفوا لاعب كيتقاضى واحد المرات كبيره ديباط ديالو لانه شي ضغط علاش لانه متواضع. خصنا نشوفوا التواضع كيرجع للديبا ملي كيكون واحد اللاعب كيعيش فواحد الرفاهيه كيعيش كيتقاضى اموال كبيره كيعيشوا ولكن ملي كيرجع للتكوين ملي كيدخل للتكوين فهو كيحضر راسو كيسمع كيشتغل التكوين هو دابا الاشكاليتين هو بحال اللي في واحد الفتره كنقولوا ما عندهم دوك الناس ما عندهمش دوك الناس اللي هضرنا عليهم قبيله اللي كيديروا حجره في الرويده. هذه المشكله اللي خصنا نحاربوها في المغرب والمصلحه العامه والمصلحه ديال لو درابو ماروكان خصو يعطي واحد طيب نتيجة. بطبيعه الحال كان الحديث في قبل على بعض المنتخبات. نشوفوا انت كيفاش كتشوف انت الاقصاء ديال المانيا اسبانيا والبرتغال يمكن في عجاله هو الطريقه باش لعبوا هذه المنتخبات كانت طريقه بطيئه منها اسبانيا منها المانيا ما كناش نشوف ما كانش كان مشكل الايقاع ما شفناش الايقاع الماكينه الالمانيه راه ما شفناهاش هذه السنه. هذا راجع غنعاود نهضر مع السينور هي التكوين ما كان الفروق ما فرخاتش التكوين خصنا نتكلموا مع السي حسن لان حنا دوزنا لي شويه لان الحلقه اليوم على المونديال وهذا ولكن لقينا راسنا نتكلموا على التكوين لان لا ماشي مشكل فيمكن انه لان بعض الفروق هذو كاينين لاعبين ما كانوش يستاهلوا يكونوا في المنتخبات ديالهم كان شويه كان يمكن كانت عاطفه ديال المدربين وما كانش الثقه في الشبان. كان المنتخب الانجليزي فهو اعطى درس لجميع المنتخبات الان لان كاين الفريق ديالو كيتكون من لاعبين شبان كاين واحد المزج بين ولكن شفنا واحد جوج العناصر ثلاثه هما اللي كبار في السن الا شفنا الفرق الاخرى الفرق الالماني الفريق الالماني فانه كان عناصر كبيره اللي تقدمت في السن وما شفناش داك البديل. حنا كنا ديما كنشوفوا المانيا الا هو غتعطينا واحد اللاعب جديد ثلاثه اربعه في المونديال. هذه السنه ما شفناش لاعب كاين لاعب اللي تظلم في المنتخب الالماني اللي عنده السرعه هو اللاعب ديال مانشستر سيتي ساني اللي كان خصو يكون اللي ما كانش الحلقه الاخر ساني هو ابن لاعب دولي سابق من منتخب السنغال سبق لي لعب مع المنتخب الوطني اللي هو سليمان ساني ولكن الابن ديالو بطبيعة الحال بحكم النشأة وهذا اختار المنتخب الالماني. نرجعوا للمقابلات راه الوقت يداهم ولا لا بالنسبه لهذه الاستمراريه وداك الشيء راه المنتخب الالماني خرج من الدور الاول ومع ذلك احتفظ بالمدرب وجد الثقه فيه. هو هنا يمكن نرجعوا لحديث اخر هو انه منتخب سال المونديال ولكن يعني تفكر انه يعني ما سالاش بالنسبه ليه هو ديما الاستمراريه لا ماشي غير الاستمراريه ولكن باشر العمل ديالو قرر وانهى الجدل. حنا راه باقي نعيش على اخبار باقي ما مدى صحته ومدى هاد الناس متفق مع سينور هاد الناس كيامنوا بالمشروع كيبدا من ا يسالي زيد. هاد الناس واخا حقوا واحد النتيجه سلبيه ولكن غادي يريحوا مع السيد وقرروا دابا انا جيت انا كيعرفوا الامكانيات ديالو ولكن احنا ما مختلفينش. انا كنقول غير منتخب الماني واللي هو عنده تاريخ وعنده هذا تقصى وحافظ على المدرب واتخذ القرار. حنا اليوم راه باقي ما اتخذش القرار حنا مازال كننتظروا انه يمكن المنتخب الالماني كان كيعمل على 12 سنه الان غادي يمكن يحطوا مشروع على 8 سنوات لان جيل غيلعبوا به 12 سنه لان الناس كتشوف بعيد سنور يعني كيلعبوا كيشوفوا اللاعب بدا المنتخب الوطني المنتخب راه خصو يكون من هنا 10 سنوات مازال كيشتغل في المنتخب ولكن انا غنبدا من الرقم اللي قلتيه يمكن هذا الموضوع هذا اللي تنهضروا فيه خصو 10 حلقات. حنا الحلقه ديالنا قربت تنتهي ولكن ما يمكنش نساليو قبل ما نتكلموا على جوج المباريات ديال نهار الثلاث. اولا السويد ضد سويسرا انت كيفاش كتشوف هذه المباراه هذه؟ وهاد السويد وسويسرا هاد نفس الطريقه يعني الناس متقاربه مع بعضياتها ما يمكن حتى شي واحد يتنبأ المقابله هذه. علاش؟ لانه انا كنعطي شويه للمنتخب السويسري. علاش المنتخب السويسري كنظن منه الفرق اللي غادي تكون عنده واحد الصدى كبير من هنا للسنوات المقبله لان عنده مشروع كبير سبق لي انا يعني طالعت على هذا المشروع ديالو كنت في الديار السويسري الناس خدامه في الفئات الصغرى غادي يعطيو وهذا الجيل اللي لعبوا به الان وعطى الاكل ديالو فهو مع الاستمراريه المنتخب السويسري غتكون عنده انت قلتي ما يمكنش حتى شي واحد يتنبا ولكن حنا بغيناك تنبا لنا هنا عندنا المنتخب السويسري لان هما اللي كيلعبوا الكره الفريق. انا اخويا حسن نقول لك كتقني وكلاعب ما كيعجبنيش ليا الفرق اللي كتجي
ترجع للوراء وتربح لك الكره واحده وكتسمى راه هي الان ولات الفرجه مع مع النتيجه. مع النتيجه. طيب كولومبيا انجلترا، كولومبيا انجلترا، كولومبيا كان عنده كبير باش مرات لهذا الدور، كنظن بانه غتعاني، انا بالنسبه لي غتعاني كثير مع انجلترا، غتعاني كثير، ولكن كنظن بان المنتخب الكولومبي اللاعبين ديالو بينوا على واحد المستوى احترافي كبير، لان عاشوا واحد الخوف وعاشوا واحد الوقت اللي من الاقصاء ولعبوا، وكانت عندهم واحد النتيجه سلبيه مع فريق اللي متواضع، هذه اثرت عليهم. خطا يمكن خطا ديال الدفاع ديال المنتخب السنغالي. طيب بطبيعه الحال كان حديث شيق، وكان نور الدين زياتي ونور يعني تحمل لي ولو ان انا ما كندفعش على شي طروحه معينه، فانا وان كنت اكبر منهم سنا انا لازم كان امنش بالمساله ديال انه خص الواحد يبقى مده طويله، على اي ان انا بالنسبه لي كانت حلقه متميزه، كان فيها نقاش وكان فيها حضور وكذلك رؤيه للمستقبل. حنا ايضا ننظر للمستقبل، وكنتمنوا ان نشوفكم في حلقه مقبله، نتلاقاو بكم في حلقه مقبله ونستضيفوا ضيف اخر، على امل لقاء بكم. دمتم بخير والى اللقاء.